السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مشاهدينا الكرام سنسلط الضوء على منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات الذي تنتظره مهمة وطنية كبيرة تتجسد بخوضه مباراتي الملحق الآسيوي بمواجهة منتخب تايلاند ذهابا وإيابا لخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم. سنتناول أيضا محطات الإعداد لهذه المهمة من معسكر داخلي وآخر خارجي، وهنالك قضايا أخرى متعلقة بالأمر سنتعرف عليها من خلال ضيفنا الذي سينضم إلينا هذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام مع محور حلقتنا لهذا اليوم المكرس عن منتخبنا الوطني لكرة الصالات الذي يستعد للدخول بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، حيث أوقعته القرعة الخاصة بالبطولة التي سحبت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أوقعته أمام منتخب تايلاند لمواجهته ذهابا وإيابا من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم. وسيخوض منتخبنا يوم الخميس الموافق 20 من الشهر الحالي مباراته الأولى بالملحق الآسيوي عندما يلتقي نظيره المنتخب التايلندي على قاعة البطائح بمدينة الشارقة الإماراتية، ومن ثم يلاقيه ثانية في 25 من هذا الشهر أيضا. ويسعى لاعبون بقيادة مدربهم الكابتن هيثم عباس بعيوي الظهور بمستوى يعني يليق باسم العراق وتاريخه الرياضي في محاولة جادة لخطف بطاقة التأهل والتواجد في النهائيات المقررة إقامتها مطلع أيلول المقبل في ليتوانيا. إن شاء الله منتخبنا عازم على تحقيق الإنجاز الكبير والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بكرة الصالات. إن شاء الله منتخبنا وجهاز الفني بلاعبي عندهم الإصرار والعزيمة وروح التحدي وقبول المهمة من خلال النجاح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم. إن شاء الله طموحنا أنا كمدرب عراقي أن أكون مدرب صاحب إنجاز وأحفظ هذا في سجلي، أكون أول مدرب من الإخوان المدربين العرب في التأهل إلى يعني نهائيات كأس العالم، والسعي مع منتخبي وجهاز الفني للوصول إلى هذا المحفل الدولي العالمي إن شاء الله. مشاهدينا، منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات انخرط أولا في معسكر داخلي بمدينة النجف وآخر خارجي أقيم في دولة الإمارات العربية، تخللته مباراتين تجريبيتين إحداهما أمام منتخب الإمارات والأخرى أمام فيتنام، وقد قدم منتخبنا أداء جيدا بحسب رأي المختصين وذوي الشأن. من جهته نحن نأمل ونمني النفس أن نرى منتخبنا في أيلول المقبل يتنافس في ليتوانيا بكل طاقته وطبعا بكل الجوانب الإيجابية وبالظهور المشرف إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ بلال بدع، وتحياتي لك شخصيا ولكل متابعينكم الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. منتخبنا الوطني لكرة الصالات دخل في فترة إعداد سريعة بعد أن أعلن عن مباراة الملحق الآسيوي وضعتنا القرعة أمام منتخب تايلاند يعني بخوض مباراتين مصيريتين يوم 20 و25 من شهر أيار. هذه المباراة اللي نأمل من خلالها أن يظهر منتخبنا بأفضل صورة ويحقق نتيجة إيجابية ومن ثم خطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم اللي راح تقام فيه ليتوانيا في الشهر 9 من هذا العام. مثل ما تعرف ويعرف الشارع العراقي أن المباراة لا تخلو من الصعوبة، لكن بالعزيمة وبالعمل وبالإصرار
قادرين أن نكون هذه المباراة مباراة خير على كرة الصالات، وإن شاء الله نحقق الحلم اللي كنا ككادر تدريبي وكلاعبين وكإدارة وكهيئة تطبيعية عازمين أن يكون وقت صعود منتخب كرة الصالات في هذا الوقت. إذن ما تحدث به الأساتذة والكباتن بخصوص مشوار منتخب العراق في المرحلة المقبلة التي تتعلق بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2021 يجعلنا نكون فكرة عن هذا المشوار الآسيوي، مفادها أن المهمة لم تكن يسيرة بل هي لا تخلو من الصعوبة. إذا ما عرفنا أن منتخبنا لم يتسنى له الإعداد الأمثل نتيجة التغيرات والمفاجآت التي طرأت على واقعها جراء تفشي فيروس كورونا الذي يعني أجبر المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اعتماد معيارين اثنين لاختيار ممثلي قارة آسيا في كأس العالم لكرة الصالات 2021 في ليتوانيا، وذلك في عقاب إلغاء بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 في الكويت. المعيار الأول مشاهدينا الكرام هو ترتيب أفضل 5 منتخبات في النسخة الأخيرة من بطولة آسيا لكرة الصالات عام 2018 في الصين تايبي، والمعيار الثاني يعتمد على نظام النقاط لأفضل 5 منتخبات في النسخ الثلاث الأخيرة من البطولة في أعوام 2014 و16 و18، وبالتأكيد بالاعتماد على هذه المعايير فقد حصلت أفضل 3 منتخبات وهي إيران واليابان وأوزبكستان على بطاقة التأهل مباشرة لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم، والتي كما قلنا ستقام خلال الفترة من 12 من أيلول ولغاية 3 من تشرين الأول. وقد تم تنظيم مباريات الملحق الآسيوي بين منتخبات العراق منتخبنا أمام تايلاند فضلا عن لبنان وفيتنام من أجل تحديد الحاصلين على البطاقتين المتبقيتين لتمثيل قارة آسيا. الحمد لله وشكر، أشوف التفاعل والانسجام العالي بين اللاعبين، والحمد لله وشكر كل شيء متوفر لنا، بس يعني من كل النواحي اللي تساعدنا إن شاء الله على خوض هذه المباراة نطلع بصورة مشرفة. الحمد لله وشكر بدينا شوية نتعود على أرضية الملعب، يعني تختلف عن اللقاعات اللي موجودة عندنا بالعراق، بعض اللاعبين دي يلاقون صعوبة من ناحية الأرضية. مستوانا الفني والتكتيكي في تصاعد من يوم إلى يوم، عندنا مباريات تجريبية مع منتخب الإمارات ومنتخب فيتنام، إن شاء الله نوصل للمباراة تكون على أتم الجاهزية، واللاعبين كلهم يعني بصراحة فرحانين وسعداء وأشوفوا بوجههم التفاؤل. معنويات اللاعبين فوق الجيد، يعني جيد جدا الحمد لله وشكر. كل احنا روح وحدة ان شاء الله ونحقق الحلم بروحنا وبشجاعتنا ان شاء الله. وللحوار بقية ولكن بعد فاصل قصير، خليكم ويانا. إذن العراق وتايلاند وجها لوجه بمدينة الشارقة الإماراتية ولمرتين خلال 5 أيام، والأمر يحتم علينا أن نخوض مبارتين لا تقبلان القسمة على 2، أما أن نختار الفوز أو الخسارة لا سامح الله، لأن البطاقة واحدة فقط. وللأمانة أن المهمة في غاية الصعوبة لكنها ليست مستحيلة طالما التمسنا بشكل مباشر حرص وحماس لاعبينا والجهاز الفني لبلوغ المجد الذي يتجسد بخطفهم بطاقة التأهل. تفاصيل أكثر في السياق التقرير التالي، نتابع. أيام قلائل تفصل كتيبة أسود الرافدين عن الحدث الأبرز والأهم في لعبة يتابعها الملايين من أرجاء المعمورة، كونها تحظى بشعبية واسعة أسوة بكرة القدم في ساحات مكشوفة. وهذه اللعبة ربما شغفت قلوب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة التي تمتاز بنفس مزاياها، لكنها تختلف عنها أنها تلعب داخل الصالات وأبطالها 10 لاعبين لفريقين يتنافسان على خطف بطاقة التأهل للمونديال. العراق وتايلاند وجها لوجه في موقعة البطائح بمدينة الشارقة الإماراتية ولمرتين خلال 5 أيام.
فهل سيفعلها شبان بعاوي الذي حرص كثيرا ودأب طويلا لأجل بلوغ المجد الذي يتجسد بخطفه بطاقة التأهل إلى غير؟ ربما يرى البعض وبعيدا عن التشاؤم أن المهمة في غاية الصعوبة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما عرفنا أن كرة القدم هي أم المفاجآت وهي الوحيدة القابلة لكل التغييرات خلال ثوان معدودات. كابتن بعيوي ومساعديه شامل وأبو الهيل وشلال وكل من أخذ على عاتقه مسؤولية قيادة أسود الرافدين بالصورة التي نأمل منها أن تكون على مستوى الحدث المرتقب، أكد أن البطولة تعد مفاجأة لقصر وقتها بعد أن تلاعبت بها ظروف البيئة التي حتمت على العالم بأسره أن يكون أسيرا لتقلبات الزمن الذي غير خارطته فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه عبث بمقدرات العالم أجمع، فضلا عن أنه أشار إلى أن مرحلة الإعداد غير كافية لبلوغ الجاهزية التي من شأنها أن تحضر أسودنا لقول كلمة الفصل في المعادلة الكروية الأصعب. بين هذا وذاك ليس لنا إلا أن ندخل المنازلة بكل تفان وحرص لأن نكون أو لا نكون، فالمرحلة تحتم علينا أن نخوض مبارتين لا تقبلان القسمة على اثنين، إما أن نختار الأبيض أو الأسود فلا يوجد لون رمادي لأن البطاقة واحدة والمتنافسان اثنان، وهذا حال كرة القدم التي اعتدنا كرمها فإنها تعطي لمن يعطيها، وبالتالي فأسودنا كرماء مع ساحة المستديرة دائما، وسيتوضح كرم الأسود خلال جولة الإمارات وموقعتي البطائح لتشهد مدينة الشارقة عرسا لأخضر الوطن بإذن الله تعالى. نحن مع محور مشوار منتخب العراق بكرة الصالة والملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2021، ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر السكايب من مدينة الشارقة الإماراتية الكابتن علي عيسى المدير الإداري لمنتخب العراق لكرة الصالة، فأهلا وسهلا بك كابتن وسعداء بانضمامك إلينا. اهلا وسهلا بك استاذ بلال وبالاستاذ اللي معاك والمشاهدين الكرام، وشكرا على الاستضافه هذه. طمني عنك، مشتاقين لك، ان شاء الله مرتاح. الحمد لله، انا مشتاق لكم اكثر، ونعايد العراقيين وكل اخواننا المسلمين مناسبه عيد الفطر المبارك. هذه المره احنا بعيدين عليكم ان شاء الله، لكن القلوب موجوده سويه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن علي، ارجو ان تضعنا بالصوره لما آلت إليه يعني أوضاع كرة الصالات العراقية خصوصا في المحفل الآسيوي بعد أن يعني وضعتها القرعة بمواجهة منتخب تايلاند في مباراتين فاصلة لخطف بطاقة التأهل للمونديال. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد جائحة كورونا كثير من البطولات كثير من المسابقات تم تأجيلها وتم إلغائها، آخر إلغاء كان هو النسخة الأخيرة اللي كان المفروض أن تقوم في شهر الثالث في الكويت نهايات آسيا. سبب الجائحة ما قامت هذه البطولة، فالاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي ترجع البطولات السابقة. حقيقة بآسيا كان أكو اقتراح أنه يرجعون على البطولة 2018 الأخيرة نهايات آسيا، احنا كنا نحتل الترتيب الرابع بالبطولة، وصارت عدة مقترحات، احد المقترحات هو هذا انه يكون النسخه الاخيره يشتركون بها الخمسه حسب الترتيب. ايضا كان هناك مقترح ثاني انه يكون افضل نتائج للفرق اللي 2014 2016 2018 نهايات اسيا، واعتماد على التنقيط يعني من يتاهل على هذه الطريقه. فصار اقتراح ثالث لانه ايران واوزبكستان واليابان في المقترحين هي احتلت المراكز الثلاثه الاولى. في المقترح الثاني اللي هي النتائج احتل العراق ولبنان باعتبار العراق رابع ولبنان خامس في نهاية آسيا 2018، والتنقيط انطى الحق لتايلاند وحق لفيتنام. يعني صار اقتراح من الاتحاد الآسيوي بالتشاور مع الاتحاد الدولي انه ذن الفرق الأربعة اللي هي العراق وتايلاند والفيتنام ولبنان تتنافس على البطاقتين الأخرى، بما أنه إيران واليابان وأوزبكستان أوزبكستان احتلت المراكز الثلاثة في الاقتراحين مباشرة، فصار أنه هاي الأربع منتخبات تلعب مباريات. يعني إحنا كنا متوقعين مجموعة واحدة ويلعب كل فريق ثلاث فرص تكون عنده، لكن فاجأنا بطريقة القرعة وبالأسلوب اللي تأهل به كل فريق. من وجهة نظرك الشخصية وبعيدا عن لغة التمني، كيف ترى برنامج إعداد المنتخب؟ يعني هل هو كفيل ببلوغنا الدور النهائي؟
حتى أكون ياك صريح، المنتخبات تقريبا الثلاثة عدا تايلاند، المنتخبات الثلاثة الإعداد مالها ما كان بالمستوى المطلوب لسبب واحد، إنه المتوقع كان للبطولة استقام هذه التصفيات بعد 15/6 إلى 1/7، يعني هاي الفترة كانت البداية هي المحددة. تفاجئنا بقرار الاتحاد الآسيوي إنه تكون التصفيات قبل هذا الموعد، إنه قبل 2/6 هو موعد إقامة قرعة الفيفا الليتوانية لكأس العالم، إنه يجب أن تسمى المنتخبات. كانت اقتراحات إنه تدخل هذه الأسماء بصفة أرقام، إنه أرقام من آسيا 1-2-3 محسومة، الرقمين الباقي يدخل كأرقام وبعدين تصير التصفيات. الفيفا حسب ما يعني علمنا إنه ما موافق، يجب أن تسمى الدول في القرعة أسماها الشخصية، يعني كعراق أو تايلاند أو فيتنام أو لبنان. هذا اللي دفع الاتحاد الآسيوي أن يحدد موعد البطولة بشكل مستعجل. الكل منتخب تايلاند هو منتخب تقريبا دائما باستمرار هو عنده مباريات تجريبية، دائما يستضيف منتخبات، يعني يقيم بطولات ودية، فيعني نوعا ما أشوف استعداده أفضل من الفرق الباقي الثلاثة. هذا الموعد الضيق حرج الفرق في كل شيء، حرجه بالترتيب بكل شيء. كابتن علي، إذا تحدثنا عن مسيرة المدرب هيثم بعيوي فهو عمل كثيرا مع المنتخبات وحقق نتائج جيدة، يعني جعلت منه اسم معروف بالوسط الرياضي وحتى على الصعيد الآسيوي. هل تراهن على إمكاناته الفنية بأنه قادر على اجتياز الحاجز التايلندي؟ كابتن هيثم بعيوي يعني الكل يعرف هو بدأ بمهمة المنتخب تقريبا مع 2014 نهاية آسيا، من تلك المدة لحد هاي اللحظة الكل يعرف هو النتائج اللي حققها. 2016 احنا كنا أقرب لتأهيل لكأس العالم، لعبنا مع الدولة المضيفة مباراة فاصلة وانتهت بفارق بسيط. يعني 2018 يعني حصلنا على المركز الرابع في بطولة آسيا، في بطولة الأندية الآسيوية يعني المشاركات اللي خاصة بالنادي الكل يعرف مستوياتها ونتائجها. فهاي الاستمرارية مع الكادر التدريبي الاستقرار هذا، نظرته الواسعة لهاي اللعبة، الدورات اللي يدخل بها، يعني كل يعني يجزم انه هو مؤهل ان شاء الله لهذه المهمة مع الكادر التدريبي زملائه، وان شاء الله تكون النتائج طيبة نقدر نقدم بها فتشي الكرة العراقية وكرة الصالات بشكل خاص. طيب اسمح لنا ان نتابع ما ذهب اليه البعض من ذوي الشأن في تصريحاتهم بهذا الخصوص، سنتابع ولنا عودة لحضرتك، خليك ويانا. السلام عليكم أستاذ بلال، وكل عام أنتم بخير ويا رب إن شاء الله الصحة والسلامة. مثل ما تعرفون منتخبنا الوطني الآن في طور استعداد للمباراتين الحاسمة هي التي مقامة في الإمارات. طبعا أكيد إحنا لازم نعترف أن المهمة مو سهلة، مهمة صعبة جدا. فريق تايلند فريق كبير وتصنيفه كبير في آسيا، لكن إحنا فريق علاقة أيضا ممتاز بلاعبين، عندنا لاعبين ممتازين وعندنا كادر تدريبي جيد، وإن شاء الله قادرين على تحقيق الفوز والتأهل. أعتقد أنه راح يصير الكادر التدريبي على قناعة بالتشكيل الأساسي راح يمثل الفريق ويجعل اللمسات الأخيرة إن شاء الله على المباراتين الحاسمتين، وإن شاء الله التوفيق من رب العالمين. أهلا بك كابتن علي مرة أخرى. أنت تعلم أن أيام قلائل تفصلنا عن الحدث الأبرز في الملحق الآسيوي، يعني هل وقفتم على التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراتين المرتقبتين أمام منتخب تايلاند؟ إذا تعرف إحنا صار حدود سنة ونص النشاطات تقريبا شبه متوقفة والمباريات شبه متوقفة، كان الاعتماد هو على الزاوية، كان تقريبا هم حلقة يعني المدربين من رأس الكابتن هيثم يتحركون على المباراة الدولية، وكان هو الدوري هو يعني المحطة تقريبا الأساسية اللي اعتمد عليها جذب اللاعبين. إن شاء الله يكون موفقين في هذا الاختيار، وأكيد هي كل الآراء محترمة وكل الآراء ممكن تنظر لها، ما ممكن يصير اتفاق الكل يعني سواء كشارع رياضي أو كإعلام أو كفوز تدريبي أو قادر اتفاق على كل الأسماء، أكيد يصير اختلاف على بعض الأسماء، وتبقى الكادر التدريبي وكابتن هيثم هم أصحاب القرار يتحملوا المسؤولية إن شاء الله. طيب خلي شوية أدخل
بالعميق لأني أعرفك أنت يعني أمون عليك، يعني من موقعك من موقعك القريب للمنتخب، بالنسبة لعملية اختيار اللاعبين كيف تراها؟ يعني هل جاءت وفق دراسة دراية تخطيط مسبق، أم بصراحة يعني جاءت بطريقة تعتمد نوعا ما على المجاملات؟ أستاذ بلال يعني حلقني يا صديق، ما ممكن شخص يعمل عمل ما يحب ينجح فيه، هذا مبدأ الكل ليس في مستوى يعني الآن منتخب الصالات أو المنتخبات، بكل عمل أنت اليوم تنجح لازم تستنفر وتأخذ أدوات النجاح مالتك حتى تحقق النجاح. نعم النجاح صحيح. مو سهل صحيح. فما ممكن اليوم يعني مدرب أو كفادة تدريب يكون لاعب ممكن يقدم لي أو يكون أفضل وأنا واثقين فيه هكذا مهمة. إحنا اليوم تقريبا عندنا مجموعة من اللاعبين صار فترة طويلة بالمنتخب، يعني أنا ما أتكلم عن الجانب التدريبي لأن هذا مختصاصي. نعم. لكن أنا كون إنه قريب من المجموعة ونعمل سوية فترة ليس بالقليلة، وكون إنه أنا أعمل بالصالة فترة ليس قليلة. نعم. اليوم المدرب يأخذ كل أدوات النجاح ما فتح حتى يحقق الأسم، هو اللي راح يحقق وراح اللي يؤدي الفكر مال التدريبي هو اللاعب. ليس المدرب راح يلعب أو الخالق أو آني أو غيره. لا هو اللي ترجم أفكار المدرب ترجم الخطط اللي يقدمها. فأنا باعتقادي ما ممكن أكون لاعب اليوم موجود بالدوري ممكن يحقق نجاح راح يتذكر المدرب والخالق كل عمل. فقلت لك تقول التسمية هي الآراء كلها محترمة، ممكن كل شخص يقدم الفكرة اللي ممكن يشوفها هي مناسبة، لكن يبقى القرار الأخير واللي يتحمل مسؤوليته هو الكادر التدريبي. بالتأكيد يعني للأمانة احنا نعرف جهاز فني ومساعدين محترمين جدا يعني، وجهاز فني محترم، ولا يمكن طبعا المجازفة ولا يمكن السماح للمجاملات في هذه بالضبط. المرحلة كابتن علي يعني سامحني سأتكلم الآن بتفاصيل فنية، وأنا أعلم أنت يعني لست ضليع بهذا الموضوع لأنك طبعا الوحيد اللي أمامي بهذا الوقت الضيق، تعرف الكل منشغل الجهاز الفني، وأنت صار لك فترة طويلة مع خماسي الكرة، فهذا سمح لي بالتأكيد طبعا بيك البركة. كابتن علي هل تعتقد يجب علينا أن نواجه تايلاند بأسلوب معين أو يعني متغير بحسب المعطيات، أم تجد أن الأسلوب الثابت بالمباراتين يعني هو الأنسب لفكر لاعبينا؟ احنا كنا وياك صريح، هي مباراتين فقط، يعني هي ماكو احنا مثل ما كنا متوقعين، وكل المنتخبات يعني الان المنتخبات تقريبا بدات توصل وتناقش فيها، تفاجئنا باسلوب البطوله. احنا كنا متوقعين الفريق يلعب ثلاث مباريات دوري مرحله واحده يتاهل الافضل من يها، هذا الاسلوب خلاك انت في مصير حتمي مع الفريق المقابل. يعني هسه اتكلم وياك اني كسمعه تايلاند في الكره، تقريبا المنتخبات هي نقول تقريبا نفس المستوى، يعني القرعه ولا اليه اختيار المنتخبات تقريبا نفس المستوى، يفرق انه شويه المنتخب التايلندي يعني اعلى مستوى كونه انه هو مستمر بالتدريبات. هي مباراتين حاسمه، اكيد المدرب راح يستخدم كل ما عنده وما ماكو مجال انه التجربه تجرب انت بهاي المكانين لانه التعويض صعب. فانت عندك مباراتين حاسمه راح تعتمد على اللاعب اللي اكثر ممكن هو يقدم لك اللي هو اسلوبه يتناسب مع اسلوب المنتخب التايلندي. ايضا باقي المنتخبات سواء اتكلم عن هذا الكلام يشمل لبنان وفيتنام نفس المشكله اللي او نفس الاسلوب راح يصير به باللعب. فهي قلت لك مبارتين فاصله كل الاساليب راح يستخدمها لتنجح. ممتاز كابتن. خليني اغير سؤالي بصيغه اخرى، هل منتخبنا يعاني من ضعف، يعني هل يعاني من ضعف في جزئيه ما ربما هاي الجزئيه ستؤثر علينا سلبيا لا سمح الله، يعني كان بالامكان مثلا معالجتها في وقت سابق لكن ظروف المباراتين حتى يعني حتمت علينا بان ندخل بهاي التفاصيل وبعض المعالجات تكون صعبه في الوقت الحاضر، هل نعاني من جزئيه ما؟ أنا قلت لك ما أريد أتكلم بالجانب التدريبي الخاص لأنه المدربين أقرب لهذا الموضوع، مناقشاتهم ممكن تكون بيناتهم أكثر. إحنا قلت لك أفضل ما موجود الآن بالدوري هم هاي اللاعبين، عندنا كم لاعب قسم يعاني من إصابات بسيطة، قسم يعاني من مثلا من شد، تعرف إحنا تمرنا بالنجف وحدتين تدريبية وفي وقت قصير،
المدرب يعني جهدهم كانهم قدروا يضغطون على اللاعبين، لكن ليس بالتقول مثالي كون اللاعبين يعني ارضيه جدا سيئه الكل يعرف. ان شاء الله يجهزون اللاعبين لهذه المهمه يوم 20، وايضا عندنا ايضا 4 أيام بعدها راح يكون معالجه الاخطاء اللاعب يعاني من اي شيء، نستخدم هاي الاربع ايام راح تكون ايضا ان شاء الله نقدم في بلاغ المباراتين في الموعدنا حتى ان شاء الله نفوز بالبطاقه. واعتقد الفرصه يعني مو سهله وصعب تتكرر ان شاء الله. خليني شوي اخلصك من المسائل الفنيه لان هي احراج للامانه. عندي سؤال فني سؤال فني، لكن انا احبك اريد احول، لان تعرف انا ما عندي اليوم الكل الوقت ضيق، ايام يعني يومين ومباراه تدخل، فالكل هسه داخل في طبعا في منظومه خاصه مع اللاعبين وهذا حقهم طبعا. خليني اللحظات المتبقية أستغلها معنويا نوعا ما. اختياركم لدولة الإمارات لإقامة معسكر تدريبي كيف جاء؟ هل هو ضمن تخطيط مدروس مسبقا يعني من أجل التعايش أكثر مع أجواء المواجهتين التي ستقام هناك؟ تتعرف الآن أغلب الدول هي مباراة حسب ما وصلت بعد القاعة والتفاصيل اللي وصلت على سوري تكون مباراة ذهاب وإياب، يعني مباراة في أرضك مباراة في أرض المنافس. نعم صحيح. احنا تعرف الكل احنا يعني قاعة ممكن تجري عليها مباراة ما أعتقد العراق تكون صريح. نعم. القسم فيها الأرضية ما يعني ما تكون مناسبة. والأرضية غير صالحة. تكون صحيحة، قسم التبريد يكون بالقاعة غير صحيح، فما عندنا هذا الشيء موجود. نعم. فالمكان المحايد هو هذا فرضت الجائحة رقم واحد. اعتقد دولة الامارات اكثر دولة ممكن تسمح للشخص ان يوصل وياخذ مسحة مباشرة بالمطار ويخرج يعني يتحرر من هذا الشيء، وتبقى نتائج المسحة اذا لا سمح الله مصاب يمكن يصير به حجر او لا يعني او سليم يمكن يمارس نشاطه، ما نقول 100% بشكل مفتوح لكن نوعا ما افضل. الكل تفاجئ بموعد اقامة المباراة، كل تفاجئني سواء من ناحية تنظيمية فنية كل الامور. فصار دولة الإمارات تقريبا هي المناسب للفرق والاتحاد الآسيوي. هذا صار فعلا. طيب المباراتان المهمتان المرتقبتان سميها ما شئت أمام تايلاند، ماذا تمثل لكل أعضاء الوفد العراقي؟ مباراة حاسمة ودي فيها يعني إلى فرصة ذهبية إلى فرصة كأس العالم. أعتقد ما ممكن الإنسان يفرق فيها أو ما ممكن ندخل لحظة واحدة عن كيفية النجاح في هذه المباراة. إن شاء الله أتمنى ودعواتكم أن نتوفق فيها ونحصل على البطاقة اللي هي حلمنا وحلم كل العراقيين وحلم كل الصالات يعني بشكل خاص. أستاذ علي طبعا أشكرك شكرا جزيلا، وأنا أعرف وقتك ضيق والظروف والموقف ما يسمح لا لحضرتك بأن نطول اللقاء، لأن أنتم يعني على موعد قريب جدا في خوض يعني المباراة المهمة، وبالتالي أنا أشكرك لأن أعطيتني وقت يعني كافي. أنا كان بودي أطول اللقاء لكن يعني أقدر الظرف. الوقت المتبقي أمام حضرتك في كلمة أخيرة. أقدم شكري وتقديري لحضراتكم ولكل الأخوان المهتمين. صحيح أنا يعني الوقت جدا ضيق لكن أنتم يعني متفضلين تتابعون أخبارنا وتسألون علينا حتى يطمنون الجمهور على آخر إعدادات المنتخب. تحياتي مرة أخرى وشكرا لك الكابتن. شكرا جزيلا. شكرا لك. سلامك إن شاء الله يوصل. ومن الأخوان الكادر التدريبي أمس قلت لهم عندي لقاء أمانة حملوني السلام لك ولحضرتك الكادر وياك على وقفتك هاي ويانا إن شاء الله. إن شاء الله تستاهلون وإحنا برسم الخدمة إن شاء الله معكم أولا وأخيرا. شكرا. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. هكذا انتهت رحلتنا التي أبحرنا فيها مع منتخب العراق بكرة الصالات، حيث أيام قلائل تفصل كتيبة سودة الرافدين عن الحدث الأبرز والأهم في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم. قلوبنا مع سودة الرافدين لقول كلمة الفصل بعد أن ننتظر منهم أن يقدموا أداء رفيع المستوى وحضورا متميزا وفعالا يتكفل بمنحهم بطاقة العبور إلى المونديال بإذن الله. على الموعد نلقاكم. هذه تحياتي أنا بلال بدع، مع السلامة.